السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعزائي المشاهدين، في استعراض لفيديو جديد من مسلسل طائر الرفراف. كما رأينا في الإعلان الثاني للحلقة 49 لمسلسل طائر الرفراف، فسونا وكايا بعد أن تزوج ذهب لمقابلة خالص أغا ونيل رضاه، ورأينا دخول نوكيت للقصر ووجدت سونا وكايا هناك وصدمت بخبر زواجهما بعد أن أخبرها كايا بهذا. ورأينا أيضا أن خالص أغا طلب من فريد تطليق سيران والزواج من بيلي ليعيش مع ابنه، لكن فريد تحدى جده ووصل به الأمر لغاية تهديده بالذهاب من القصر والعيش مع سيران في المكان الذي تتواجد به، إذ لم تعد معه ولم تصالح. أما إيفيكاس فكانت منهارة بعد انتشار فضيحتها مع أورهان، لكن سونا كانت تريدها أن تقف مجددا شامخة لمساعدتها، لكن يا ترى فيما ستساعدها إيفيكات؟ ورأينا أيضا انهيار كاظم متذكره لمعاناته من والده في طفولته وربطه للأحداث، وربما فهم أخيرا أنه أصبح منبوذ من بناته سيران وسونا. أما جولغان فأمسكت بأورهان مع دجلة في أحد الفنادق على ما يبدو وقامت بصفعه، ويبدو أنها ستطلب الطلاق منه بعد سنوات طويلة من معاناتها من خيانته. فريد أخبر والده بأنه يحب سيران ولا يريد تركها، لكن أورهان صدمه بالإجابة بأنه لا يحب الخسارة وليس بالضبط أنه يحب سيران، ويبدو أنه فهم شخصية ابنه جيدا. بيلين ذهبت للقصر رفقة خالها وستعيش هناك على ما يبدو، حتى أنها ستحاول التقرب من فريد مجددا. أما سيران فواجهت سونا ولمتها على زواجها من كايا رغم عدم حبها له، لكن سونا أخبرتها بأنها ستنتقم من الكل ولن تكون الضحية في هذا الزواج. وسط حيرة سيران التي لم تفهم تغير سونا لهذه الدرجة وحبها للسلطة، ويبدو أن زواج كايا وسونا سيكون حقيقي وليس على الورق فقط، وسينجبان حفيد لعائلة كورهان. إلى هنا نصل للنهاية، لا تنسوا دعمنا بلايك اشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد والمزيد دوما عن مسلسل طائر الرفرف. سلام.